أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي منشيت اقتصادي، والذي نسلط الضوء من خلاله على أبرز القضايا الاقتصادية. هناك توجه لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي تجاري، وذلك من خلال رؤيته وإشراك القطاع الخاص مع الشركات الأجنبية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. دور إيجابي لعبته الشركات الأجنبية في الكويت على صعيد دعمها للاقتصاد الكويتي، وفر أكثر من 1000 وظيفة للمواطنين الكويتيين، فضلا عن دورها في تنويع الاقتصاد والتنمية الاقتصادية في البلاد. ومن هنا تأتي أهمية ملتقى الكويت للاستثمار الثاني الذي تنظمه البلاد من 20 وحتى 21 مارس الجاري تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، في دعم الجهود التي تسبو إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الكويتي وتحسين بيئة الأعمال. فالشركات العالمية الشهيرة تقيم علاقات طويلة الأمد مع الكويت، وتفتح مراكز التدريب والبحث تعزيزا لرؤية الكويت الوطنية 2035 التي تحث على تعزيز اقتصاد المعرفة من جهة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جهة أخرى. دور رائد للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية للتكامل مع السوق العالمية من خلال أكثر من 100 اتفاق ثنائي وإقليمي، تعتبر دولة الكويت أحد أطرافه. وتعد الكويت الجديدة الرؤية الوطنية للبلاد لعام 2035 خارطة الطريق الاستراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والدور الرئيسي الذي يؤديه في تنويع الاقتصاد وتسهيل نقل المعرفة في مختلف الميادين، والعوامل التي ستؤدي بدورها إلى خلق فرص عمل وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، ما يضمن مستقبل مستدام يتوازى مع الالتزامات الدولية للبلد مثل أهداف التنمية المستدامة. وتسعى الدولة جادة إلى التركيز على التكنولوجيا المتقدمة والتقدم الفني المطلوب لبناء أركان اقتصاد المعرفة في الكويت، وبإمكان المستثمرين اليوم دخول السوق الكويتي من خلال عدة قنوات، منها هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يوفر حوافز وضمانات للمستثمرين، أو من خلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو برنامج الخصخصة الذي يشرف على ما يتم تحقيقه من تقدم في تحرير قطاعات جديدة. وبعد هذا التقرير يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. مساك الله بالخير، سعيدين بتواجدك معنا. لا شك أن جهودكم جبارة خلال الفترة الحالية. اللي يشوف الكويت في الفترة الماضية دائما هناك مؤتمرات تصب في صالح الاقتصاد، ودوركم جدا مهم خلال هيئة الاستثمار المباشر. يا ليت لو تحدثنا عن دوركم حتى أنت درج معك بالأسئلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أخي عمار، خلي أرحب فيك والأخوة المنتجين ومعدين برنامج منشيت اقتصادي. هيئة تشجيع الاستثمار المباشر هي هيئة نقدر نقول انشئت حديثا بموجب القانون 116/2013. هدف هذه الهيئة هي المساعدة في تنويع مصادر الدخل، تخفيف الاعتماد على المصدر النفطي من خلال إيجاد مصادر مرادفة للمصدر النفطي. جميل. هذا القانون أوجد هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي حلت قانونيا مكان كيان سابق كان اسمه مكتب استثمار رأس المال الأجنبي، عبارة عن قطاع تابع لوزارة التجارة والصناعة. يا هذا القانون أنشأ هيئة مستقلة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، ووضع هناك مجموعة من المعايير والأهداف اللي تساعد بجذب الاستثمارات المباشرة للاستثمار في السوق الكويتي لتحقيق أهداف. وهذه الأهداف عبارة عن جذب التكنولوجيا، جذب الإبداع والابتكار للسوق الكويتي، خلق فرص وظيفية نوعية للمواطنين الكويتيين، وجذب استثمارات ذات قيمة اقتصادية مضافة للاستثمار الكويتي. علشان تستطيع أن تستثمر هذه الشركات وتستثمر بالكويت وتحقق المعايير اللي نبحث عنها بالإضافة لتنويع مصادر الدخل، أوجد القانون مجموعة من المزايا والضمانات اللي كفلها للمستثمرين. مزايا مثل إعفاءات ضريبية تصل لعشر سنوات، إعفاءات جمركية على الموارد الأولية والأدوات التصنيع، المساعدة في موضوع العمالة، وحق
الأجانب التملك حتى 100% من شركاتهم في السوق الكويتي. نعم. إضافة للمزايا اللي منحها القانون والضمانات مثل حق تحرك تنقل الأموال من رؤوس الأموال من خارج الكويت، موضوع سرية المعلومات وغيره وغيره، كثير من الضمانات اللي بوجودها والقانون، بالإضافة إلى الضمانات الموجودة للمستثمرين في الدستور الكويتي. جميل أنك يعني حتى يمكن كثير من الأشياء اللي قرأتها قبل إعداد هذه الحلقة وجدنا أن هناك تسهيلات للمستثمر الأجنبي وتكلمت وتفضلت فيها، ولكن لماذا هذه النقاط العفاءات الضريبية وكذلك حرية تنقل رأس المال، هل هذا ما يفكر فيه المستثمر الأجنبي؟ يعني هل بعد دراسة أم يعني؟ لا شوف، بالنهاية نحن نبحث عن استثمارات نوعية. نعم. نبحث عن جودة وعن عدد لتحقيق الأهداف اللي قاعد تكلمنا عنها. صحيح. وعشان تستطيع أن تجذب مثل هذه الشركات، في المقابل هناك مجموعة مزايا تقدمها لهذه الشركات عشان تيجي وتوطن التكنولوجيا اللي تمتلكها واللي يمكن احنا ما عندنا اياها في الوقت الحالي. جميل. فهذه المزايا مثل عوامل جذب لهذه الشركات. بالنهاية احنا غير نفس ما قلنا التكنولوجيا والابداع والابتكار، محتاجين ان هذه الشركات تخلق وظائف نوعية للمواطنين الكويتيين، ويصير هناك خيار متاح للمواطن الكويتي يختار النوع الوظيفة اللي تناسب امكانياته ودراساته ورغباته. جميل. يعني هل حصرتم العدد الوظائف اللي ممكن توفرها هذه العملية؟ خلينا نقول احنا يمكن تأسست الهيئة في 2013، ولكن بدأت أعمالها منذ صدور اللائحة التنفيذية، وبدأنا استقبال الطلبات أواخر 2014 أوائل 2015. إلى لله الحمد ردة الفعل كانت جدا إيجابية من مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي. إلى يومنا هذا استطاعت الهيئة أن تجذب ما يقارب 2.3 مليار دولار أمريكي كحجم استثمارات واردة للسوق الكويتي. ولكن اللي نبحث عنه ونعتقد في وجهة نظرنا بالهيئة الأهم، أن هذه الشركات خلال 3 إلى 5 سنوات القادمة إن شاء الله ستوفر ما يقارب أكثر من 1000 فرصة وظيفية للكويتي، للمواطن الكويتي. هذا راح يساهم يعني في موضوع البطالة في الكويت وكذلك دخول الكويتيين إلى مجال الأعمال مع شركات عالمية، مو فقط وظائف يعني. بالضبط. هذا شيء جميل. يعني ويصير هناك خيارات متاحة للمواطن الكويتي تحقق في طموحاته ودراساته اللي يرغب فيه إنه يستمر فيها بعد ما يتخرج، إنه وين بيشتغل وفق إمكانياته ودراساته. وإن شاء الله هذه الشركات بتنوع مجالاتها واختصاصاتها توفر الحاجة. جميل. هل هناك متابعة للشركات الأجنبية كذلك يعني من خلالكم كتقييم للأداء؟ شوف، بالنهاية علشان يحصل على هذه المزايا والضمانات هناك خطة عمل يضعها الشركات. نعم. دور الهيئة والإخوان يعني حتى يكون في جودة يعني. بالضبط. نعم. دور الإخوان والخوات في الهيئة هو متابعة مستمرة وقريبة مع المستثمر. حق شغلتين، الشغلة الأولى ممكن بعض المرات المستثمرين يواجهون بعض المعوقات، تساعد الهيئة في حل هذه المعوقات اللي تواجههم في العمل الكويت، وبالمقابل تتأكد أن الشركات قاعد تقوم بالخطة العمل اللي وضعتها من الأجل عشان تحصل على المزايا والتراخيص. ونتأكد في موضوع التوظيف، في موضوع التدريب الكويتيين وين وصلنا، في موضوع مدى علاقته مع القطاعات الاقتصادية الأخرى موجودة بالكويت ومدى تنميتها وغيرها من الأمور أيضا هي تحرص عليها عشان تتأكد من جودة التطبيق. جميل. دكتور، لابد أن لك وصول لأصحاب القرار والسلطة في الكويت فيما يخص موضوع الاقتصاد وكذلك أصحاب المشاريع الصغيرة وكذلك المشاريع حتى الكبيرة والمتوسطة والكبيرة في دولة الكويت، لكن من وجهة نظرك كيف تقيم هذا القطاع أو هذه البيئة سواء من مشاريع صغيرة وكذلك المتوسطة والكبيرة؟ أعتقد هناك جهود حثيثة قاعد تقوم فيها الدولة في موضوع تحسين بيئة الأعمال. نعم. بالنهاية سواء أنت مستثمر كبير أو أجنبي محلي، مشاريع صغيرة أو متوسطة، دائما بيئة الأعمال تلعب دور كبير في قراراتك الاستثمارية تتخذها داخل دولة الكويت، والجهات الحكومية واعية بهذا الأمر، وهناك تنسيق كبير الآن ما بين الجهات الحكومية في موضوع تحسين بيئة الأعمال، تقليص الدورة المستندية، تقليص عدد الأيام، جهود أيضا تقوم فيها وزارة التجارة بقيادة معالي وزير التجارة في موضوع بيئة الأعمال، مثل إنشاء مركز النافذة الواحدة في إشبيلية. نعم. يحاول يختصر فيها الدورة المستندية وعدد الأيام وسهولة إصدار التراخيص. هذه الأمور الحمد لله بدأنا خطينا فيها خطوات الأمان، ولكن هل هي تحقق المطلوب؟ لا.
أعتقد هناك أيضا طريق طويل، ولكن اللي قاعد نقول الحمد لله الكل يتجه في اتجاه صحيح. الموضوع لا توقف فقط عند وزارات معينة، هي أعتقد الدولة كلها تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في بيئة الأعمال. جميل، لكن هل هناك معايير أسس ومعايير للاستثمار الناجح في الكويت؟ يعني لو بناخذها مثلا على سبيل المثال، يعني دائما رأس المال يبحث عن الفرصة والربحية، يعني وبالإضافة إلى أشياء أخرى، ولكن الربحية هي الأساس. لكن أنا كمستثمر أجنبي لابد عشان تقنعني أنا مثلا أن أكون في الكويت، لابد أن تقول في تستثمر في هذا القطاع، سواء القطاع النفطي أو القطاع التكنولوجي أو القطاعات الصناعية الأخرى. فهل هناك أسس حتى الدخول للسوق الكويتية؟ خليني أو توجه خريطة أجاوب عليه بطريقة ثانية. تمام. السؤال دائما تسأل فيه، ليش شركة تفكر تستثمر بالكويت؟ تمام. كل دولة لديها مقومات تعتمد عليها لتسويق نفسها، ولله الحمد احنا بالكويت محظوظين في مجموعه كبيره من المقومات تميزنا عن الاخرين. نعم. مقومات مثل عندك انت موقع جغرافي مميز يحد بالشمال، العراق وايران، وهو سوق كبير وواعد. نعم. ولا جنوب الكويت هو دول مجلس التعاون. وجود أيضا عندك أنت أنظمة تنفيذية تشريعية قضائية منفصلة تعطي الطمأنينة للمستثمرين، هناك في نظام واضح لآلية اتخاذ القوانين والقرارات وتطبيقها، وهناك نظام قضائي عادل وواضح وشفاف. نعم. يستطيع المستثمر يعرف فيها آليات وإجراءات التقاضي، ويعرف شلون يدخل المحكمة، وإذا عنده حق شلون يأخذه. وهذا أيضا ما يميز دولة الكويت. تتمتع أيضا الكويت بحرية الرأي، وهذا أيضا عامل جدا يساعد المستثمر الأجنبي، حرية الرأي وحرية الإعلام الموجود في الكويت، إضافة إلى وجود عندك أنت نظام مصرفي قوي في الكويت. نعم. وهذا أثبتت جودته خلال الأزمات الاقتصادية الأخيرة. أضف إلى ذلك وباعتقادي يعني العنصر الشاب الكويتي هذا مقوم يعني ينظر للمستثمرين بشكل كبير. وجود شباب كويتي، والكويت الحمد لله تعتبر من اكثر الدول يعني جوده يعني في مستوى التعليم حق او نسب التعليم في الكويت، يعني اغلب الكويتيين اصحاب شهادات جامعيه. صح. وهذا ينظرها للمستثمر. انا كمستثمر لما اسس شركتي فاحتاج مثلا مواطن يوظف، فاجد التخصص اللي اجدها بالكويت، اني ابحث عنها اجدها بالكويت. فايضا هذا من عوامل القوه اللي تتمتع بها الكويت، وغيره وغيره كثير من الامور. يعني بمعنى اخر ان اي مستثمر اجنبي حاب يستثمر بالكويت ممكن في جميع الاختصاصات ممكن انه يلقى الخدمات ويلقى الاشخاص او القوه العامله اللي ممكن تخدمه. شوف، نسبه التعليم الموجوده بالكويت تعتبر من اعلى النسب الموجوده في المنطقه. المتعلمين، نسبة المتعلمين بالكويت وأصحاب الشهادات العليا من أعلى النسب الموجودة في المنطقة، فلذلك أيضا هذا عامل مساعد للشركات. الكويتيين للأمانة يعني خلينا نقول يتبعوا نفسهم، سواء تعليم بحصولهم على الشهادات داخل الكويت أو خارج الكويت، سواء عن طريق بعثات أو عن طريق حسابهم الخاص. الكويتي دائما يحاول يطور نفسه ويحصل على أعلى الشهادات، وهذا أيضا ما يميزنا عن باقي الدول. طيب الآن لو بنتكلم عن المؤتمرات، في مؤتمر حاليا مؤتمر الاستثمار الحكومي، فيا ليت تحدثنا عنه وفكرته. شوف، جزء دور الهيئة، خلينا نتكلم عن دور الهيئة. نعم. دور الهيئة أعتقد هو ثلاث أدوار رئيسية. الدور الأول تسهيل الحصول على التراخيص، ودائما يمكن هناك معلومة مغلوطة أن الهيئة تركيزها على المستثمر الأجنبي، لا، احنا نشجع الاستثمار وشقيه المحلي والأجنبي. تمام. يعني أي استثمار يحقق معايير وأهداف الهيئة احنا بالعكس ندعمه ونساعده في هذا الأمر. تي مساعدتنا في موضوع إصدار التراخيص اللازمة وحصول على الموافقات من الجهات الاختصاص المعنية، ومو بس حصول على الرخصة ولكن متابعة ما بعد حصول على الرخصة، التأكد من أن العمل ماشي وفق الخطة اللي هو وضعها، وإذا كان هناك معوقات خارج عيارات نحاول نتدخل إحنا أيضا كهيئة نساعده في حل هذه المعوقات وإزالتها. الشق هذا الشق الأول. الشق الثاني للهيئة هو شق ترويجي، نحاول نروج لدولة الكويت مزايا ومقومات دولة الكويت تميزنا عن الآخرين، وتطور القوانين الأخيرة والتشريعات الاقتصادية طلعت مؤخرا بالتعاون ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وغيرها من هذه الأمور.
آلية الترويج سواء ترويج تقليدي ولا ترويج غير تقليدي، إعلانات، مؤتمرات، إقامة زيارات واستقبال وفود وغيره وغيره من هذه الأمور، منها إقامة معارض داخل وخارج الكويت. احنا اليوم يعني قاعد نعد لمؤتمر او ملتقى الكويت للاستثمار اللي حضينا برعايه ساميه من سيدي حضره صاحب السمو لهذا الملتقى. هدف هذا الملتقى هو التركيز على اخر التطورات الاقتصاديه اللي قاعد تصير بالكويت، تمام، وكيفيه المستثمرين يستفيدون منها. راح نركز على موضوع النظام المصرفي وأدوات التمويل الموجودة للمستثمر شلون يقدرون يستفيدون منها. راح نعرض مجموعة فرص استثمارية ستقوم الجهات الحكومية بطرحها خلال السنوات القادمة أو الأشهر القادمة. إضافة إلى ذلك راح نتكلم عن مجموعة عن مثلا عن, 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 عن العنصر الأميز اللي يميز الكويت فيها، وهو وجود طاقات الشباب اللي فيها. نعم. وكيفية استقلالها. فمجموعة مواضيع سيتم تغطيتها هذا في هذا الملتقى، والهدف منها هو إيصال الرسائل للمجتمع الدولي أن هناك في تطور، في أمور تغيرت في دولة الكويت، وتعال شوف شلون ممكن. نجاحكم في إيصال هذه الرسائل، هل تعتقد من خلال الوفود اللي يمكن نشوفهم في مكتبك؟ كنا احنا داخلين وكنا كذلك شفنا عدد من الوفود، وكذلك نقراه في الصحف وفي وسائل التواصل الاجتماعي. كيف وجهة نظرهم؟ هل وصلت رسالتنا لهم؟ لله الحمد، نفس ما قلت لك، هناك انطباعات إيجابية. جميل. طبعا لازلنا يعني قاعد نحاول نتواصل مع أكبر قدر من الاستثمار. لا تنسى أن احنا في منطقة تنافس فيها عالي. صحيح. الكل يسعى، مو بس المنطقة، في العالم الكل يسعى لاستقطاب المستثمر، الشركات عبر القارات. نعم. واستقطاب الشركات التكنولوجيا العالية والإبداع والابتكار، فأنت في منافسة، فالكل يسوق مكامن قوته. واحنا الحمد لله يعني رب العالمين، الله من علينا في يعني مزايا تميزنا عن الآخرين، فلذلك نحاول أن نبين هذه المزايا للعالم. وشفنا نتاج أن هناك شركات بدأت تي وتستثمر في دولة الكويت، بدأت تي بالتكنولوجيا وبدأت توظف الكويتيين. بالنهاية هذا هو الهدف اللي نبحث عنه احنا. جميل. بالنسبة لنوعية الشركات اللي تم استقطابها حاليا، جودتها، القطاعات اللي مختصة فيها، أغلب الشركات اللي تم استقطابها هي شركات تكنولوجية، ولكن مؤخرا بدأنا نشوف تنوع في القطاعات. دخلنا في قطاعات التدريب، في القطاع الطبي، دخلنا في قطاع الصناعة، دخلنا في قطاع البناء والمقاولات. فالحمد لله يمكن بداية إنشاء الهيئة واستقبال الطلبات كانت تركيز صب على موضوع قطاع التكنولوجيا، ولكن الآن أصبح هناك تنوع. بدأت الشركات متى ما يعني انتشرت الأخبار وشو ممكن والتطور السابق التشريعية بالكويت، فبدأت الآن الشركات تتقدم في مختلف المجالات. فهناك الحمد لله يعني حركة تنوع، ولكن التركيز حاليا هو على قطاع التكنولوجيا. جميل. هل تعتقد أن بالإمكان أن يتم أن ننافس دول المنطقة فيما يخص موضوع الصادرات كتصديرها لباقي الدول؟ هل ممكن كلنا يعني موضع قدم؟ شوف، أعتقد إحنا في دول مجلس التعاون نكمل بعض ما ننافس بعض. نعم. وكل دولة عندها مكامن قوتها، وبالنهاية المستثمر يرى لمنطقة دول مجلس التعاون ككتلة اقتصادية واحدة، ككيان واحد، وهذا يعني احد عوامل قوتنا، وجودنا في هذا الموقع الجغرافي، وجود دول مجلس التعاون والسياسات المشتركه فيما بينهم. نعم. طيب الان لو بنشوف خلال الفتره القادمه هناك بعض المشاريع في الكويت، منها تخصيص اراضي صناعيه، ومنها كذلك البناء والبنى التحتيه تم تغييرها. وجهه نظركم، هل ممكن ان هذه تساهم خلال فتره قصيره في إنعاش الاقتصاد الكويتي، أم نحتاج إلى وقت طويل؟ يعني حتى أنك أنت مثلا تحس بالفائدة، أو أنك تقول أنا الآن جنيت الربح أو جنيت الفائدة وبدأ يعني بدأ دخلها في الأرباح. شوف، خلينا نتكلم عن مشاريع البنى التحتية. تمام. لأن تأثر بشكل كبير على 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 الاقتصاد الدول، والحمد لله يعني هناك مشاريع بنية تحتية صار لها سنوات قاعد تشتغل بالكويت، الآن بدأنا نشوف نتاجها وتأثيراتها بشكل عام على 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 أساسات البنية التحتية بالكويت. نعم.
هناك جهات حكومية صار لها فترة طويلة شغالة، ممكن يعني خذت وقت، ولكن في المستقبل القريب راح نشوف نتائج. تكلمت عن الهيئة العامة للصناعة، توزيع الأراضي، واعتقد أن الأراضي من حب الكويت هو المعوق رقم واحد لأي استثمار، رغم أن هناك أراضي شاسعة من غير استخدام، ولكن يعني ويحتاج هناك نوعا ما تنسيق ما بين الجهات الحكومية لنسمة تقول تحرير الأراضي. نعم، والحمد لله بدأنا نشوف نتائجه مؤخرا، وبدأت الجهات الحكومية تأخذ يعني تكون جاهزة لتوزيع هذه الأراضي. أنت ذكرت مثال هيئة العمل الصناعة، إحنا في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أيضا عندنا أراضي إن شاء الله راح نوقعها بالقريب العاجل وتكون جاهزة للتوزيع خلال السنوات القصيرة القادمة، وكثير من الجهات الأخرى. فإن شاء الله يعني الحركة العجلة قاعدة تتحرك، والنتائج راح يكون يعني واضح في القريب العاجل بإذن الله. جميل. هل هناك بعض يعني الأسماء الشركات الكبيرة يعني العالمية حتى أنها يمكن دخلت السوق الكويتي؟ لأن أكون صريح معك، بالكويت يمكن دائما نحن ننظر هل هناك عمارات ناطحة سحاب حتى نقول أن في تطور، لكن هنا نعلم أن هناك تطور يعني في البنى التحتية وقادم وبقوة خلال الفترة القادمة. لكن لما المواطن مثلا يسمع، وكذلك حتى المقيم أو الأشخاص المهتمين في الاستثمار، لما يشوفون أن هناك أسماء شركات عالمية دخلت السوق الكويت، وهذه الشركات العالمية لا تغامر بسمعتها أو إلا تكون يعني حاسبة بالملي، حسب ما التعبير إذا إنجاز التعبير نقوله يعني بالعامي، فبالملي يشوفون وين الأرباح، وين ممكن هدفهم يكون. فأسماء بعض الشركات العالمية، شوف خلينا نقول هناك شركات يعني نبيها منك تفاجئنا بالأسماء. لا، في أسماء موجودة وخذت تراخيصها من الهيئة واشتغلت وصار لها فترة الحين بالسوق الكويتي. نعم، وتشتغل 100% بشكل مباشر يعني بالسوق الكويتي، وشركات عالمية عبر القارات، فهو الشركات موجودة. نعم، خلال السنتين الماضيتين خذوا تراخيص ومشتغلوا الآن بالسوق. هذا يعطيك إذا هذه الشركات جت السوق الكويتي ساعدتنا في جذب مجموعة كبيرة من الشركات الأخرى، لأن دائما الشركات ترى تنظر لبعض. صح، هذا الشيء راح السوق الكويتي، فمعناته في شيء، فيكتشف أنه نعم لا، في أصبح هناك تغيير وتعديلات تشريعية إدارية قانونية في بيئة العمل بالكويت. فلله الحمد هناك شركات عاملة بالسوق الكويتي عبر القارات، موجودة على موقعها الإلكتروني وموجودة بالسوق الكويتي. موجودة بالسوق الكويتي. هناك مجموعة شركات كبيرة أيضا عبر القارات، خلال الملتقى إن شاء الله سيعقد ستعلن أيضا تواجدها بالسوق الكويتي خلال السنة هذه إن شاء الله. فلله الحمد قاعد نشوف في حركة للشركات الكبيرة مرة ثانية، يشوفون مقومات الكويت ومزاياها. وأعتقد هل هناك مزيد من التشريعات والقوانين اللي ممكن راح تسهل بشكل في أكبر؟ في أعتقد الفترة الأخيرة وفي تعاون كبير قاعد يصير ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في موضوع القوانين الاقتصادية. ففي الآونة الأخيرة شوف مجموعة قوانين اقتصادية كبيرة طلعت جديدة أو تعديلات على قوانين اقتصادية قديمة، سواء لها تحديث وتطوير، وموجودة في أعتقد الآن في عند السلطة التشريعية ومجلس الأمة. لذلك لا، هناك تعاون كبير والقرارات قاعد تطلع، والإخوان للأمانة بالسلطتين يعني قاعد يبذلون جهد كبير، وكل هذه القوانين راح يعني قاعد تبين أثرها خلال الفترة الماضية والفترة القادمة إن شاء الله بالقريب العاجل. جميل. دكتور، هل في كلمة أخيرة حاب أن تذكرها فيما يخص موضوع المؤتمر أو الملتقى وكذلك الهيئة؟ لا، يعني أنا بالنهاية شاكر لكم على الاستضافة وتواجدكم معنا، وإحنا نفس ما قلنا لله الحمد الله من على الكويت بنعم كثيرة ومقومات كبيرة تميزنا عن الآخرين. إحنا دورنا في هيئة تشجيع الاستثمار، وإخواني وخواتي العاملين في الهيئة بس إبراز هذه المزايا. وللأمانة لما نتواصل مع الوفود الأجنبية ولا مع الشركات وغيره وغيره، يعني عندهم هذه المزايا يعني شيء كبير ويؤثر على القرار الاستثماري عندهم. جميل جميل. فالحمد لله يعني الكويت فيها هذه المزايا، وإحنا دورنا فقط إيصال المزايا ومساعدتهم متى ما أخذوا هذا القرار أن نتواجد معهم ونسهل لهم عملهم في الكويت. بالإضافة لأن إحنا عندنا يعني بالهيئة، وهذا صراحة دور يقومون فيه إخواني وخواتي بعد هني بالهيئة، هو
بيئة الأعمال بالكويت قاعد نتواصل بشكل يعني دائم. تواصلون مع كل الجهات الحكومية اللي لها علاقة مباشرة ولا غير مباشرة في بيئة الأعمال، لأن يهمنا جدا أن ندخل في موضوع عدد الإجراءات وعدد الأيام. في بعض الإجراءات تكون يمكن ما لها مسوق، فنحاول نشيلها ونخفف عدد الإجراءات، عدد الطلبات على الناس، لأن هذا مرة ثانية يؤثر مو فقط على المستثمر الأجنبي ولكن حتى على المستثمر المحلي، واللي احنا عندنا أهميتنا تمام حق يعني حتى إذا كان في أحد مثلا المواطنين حاب أن يقدم فكرة يوصل لي، هل ممكن تقدموا لنا؟ احنا دورنا بالهيئة نساعدك في حصول على الترخيص. جميل. يعني نساعدك في مثلا في بعض المشاريع تحتاج او بعض القطاعات او تحتاج موافقات من جهات اختصاص، فاحنا دورنا نتواصل مع جهات اختصاص نجيب لك هذه الموافقات ونسلم لك الرخصه عشان تستطيع ان تباشر اعمالك. احنا ولكن نفس ما قلنا يمكن الهيئه ما هي المدخل الوحيد للمستثمر الاجنبي او المستثمر المحلي، ولكن هي احد الخيارات المتاحه. نعم. للمستثمرين هدفنا 4: مساعده في جذب التكنولوجيا، الابداع والابتكار، وخلق فرص وظيفية واستثمار ذات قيمة اقتصادية مضافة للسوق الكويتي. دكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، شكرا جزيلا لك على هذا الإيضاح وعلى تقبلك للأسئلة هذه. يعني احنا سعيدين صراحة أنك تكون معنا، ومنها الأعلى لا شك أن جهودكم واضحة. شكرا جزيلا لك. شكرا، جزاك الله خير. حياك الله أستاذ المشاهدين، كل حفظ الله ورعايته وفي أمان الله.